السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده غير أي فيديو على اليوتيوب، والطريقة اللي أنا هستخدمها في الفيديو ده هي أصلا طريقة مدفوعة بس أنا هقدمها لك مجانية. فأنا في الفيديو ده هعلمك طريقة تفك بيها حظر الواتساب على طول، وكمان هتحل مشكلة إنك تحتاج لتطبيق الواتساب الرسمي لاستخدام هذا الحساب. طبعا نبدأ الفيديو كده مع بعض، لكن في الأول ما تنساش دعم اللايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. ركز كده معايا في أول حاجة إحنا هنعملها. أول حاجة أنت بتفتح عندك متصفح اسمه تور براوزر. طبعا المتصفح ده غير متصفح جوجل كروم، خلي بالك من الحته دي. طبعا كل المستخدمين اللي بيقول لك انا هتدفع لي فلوس علشان تقدر تفك بيها حظر الواتساب لازم يخش على البرنامج ده. طبعا بتخش عندك على تطبيق تور، وبعد كده بتلاقي هنا عنوان اليو ار ال، هتدخل بس العنوان اللي انا هسيبه لك في الرابط اللي موجود في الوصف او التعليقات. طبعا هنحط العنوان ده كده وبعمل كلمه ذهب. طبعا هتذهب على ودعم الواتساب، لكن خلي بالك من الحته دي، هو بيتغير الموقع بشكل تلقائي او الموقع اللي انت فيه، يعني مثلا ممكن يتغير للولايات المتحده، ممكن يتغير لفرنسا، لكن المهم ان هو يفتح معاك الصفحه اللي قدامك دي كده. طبعا الصفحه دي بيقول لك هنا رقم الهاتف، بتكتب رقم الهاتف بس، كل عليك بس بتروح عندك هنا في جنب الاول بتحدد رقم الهاتف او بتحدد الدوله بتاعتك. طبعا مثلا انت في واحد هنا بيقول لي ان انا محظور، وطبعا كان في دوله مصر، وبعد كده بتروح عندك هنا بتكتب رقم الهاتف، بس انا مش هكتب رقم الهاتف الا في الاخر علشان الخصوصيه بتاع رقم التليفون ده، لكن هنكتب رقم الهاتف مع بعض بس في الاخر. فدلوقتي بتكتب هنا عنوان بريدك الالكتروني، وهنا كمان هيطلب تاكيد عنوان بريدك الالكتروني، يعني تكتب نفس البريد اللي فوق هتكتبه تحت. تمام، بيقول لك هنا كيف تستخدم واتساب على الاندرويد ولا الايفون ولا الواتساب ويب كمبيوتر ولا الكي اي او اس. طبعا انا بستخدم هنا على الاندرويد، او الشخص ده بيستخدم على الاندرويد. انت لو بتستخدم ايفون ممكن تضغط عندك على ايفون، لكن المشكله اللي عشان بتتحظر على الواتساب ممكن يكون انت عملت سيلكت اول للكونتاكت بتاعك او جهات الاتصال بتاعتك علشان تعمل لهم مثلا تبعت لهم رساله مره واحده او دفعه واحده، او حتى كمان تضيفهم على جروب عندك على الواتساب، فانت ضفتهم مره واحده فالفيسبوك عمل لك بان او عمل لك حظر. فدلوقتي بتروح عندك هنا على رجاء كتابه رسالتك، بتكتب هنا الرساله اللي انا هسيبها لك دلوقتي. الرساله هنا بتقول اواجه مشكله في استخدام الواتساب حيث يظهر لي رساله تفيد بانني احتاج التطبيق الرسمي، اعلم ان هذا قد يكون بسبب حظر حسابي على حسابي، ولكن لم أقم بانتهاك أي سياسة الواتساب، أرجو منكم مراجعة رقم حسابي ورقم هاتفي هو، وبتكتب كود الدولة بتاعك وبتكتب رقم التليفون. طبعا أنا ممكن أكتب رقم تليفون هنا عشوائي لكن مش هو رقم التليفون الصحيح، بس المهم تكتب رقم تليفونك، وفوق برضو نفس النظام لازم تكتب رقم تليفونك، وبعد كده بتنزل تحت كده شوية بتقول له هنا الخطوة التالية. طبعا أنت تتأكد أنك كتبت رقم التليفون الصح. تمام، أنا كده كتبت رقم التليفون، بعد كده بضغط عند الخطوة التالية، وبعد كده بيوجهك على الاتصال بواتساب، وبعد كده بتعمل على كلمة إرسال سؤال. طبعا زي ما انت شايف كده بالطريقة دي تقدر تفك بيها حظر الواتساب، والطريقة يعني هي ممكن تكون صعبة شوية، لكن بالفعل في خلال 24 ساعة أو أقل من 24 ساعة، ممكن كمان في 10 دقايق يتفك معاك الواتساب عادي جدا. شكرا لكم، ما تنساش دعم اللايك وسبسكرايب للقناة، ولو احتجت حاجة اتواصل معايا في التعليقات وأنا هرد عليك إن شاء الله. دمتم بخير، مع السلامة.